مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع على قناتي. اليوم بقدم لكم طريقة عمل العطرية العدنية بثلاث أشكال مختلفة. الطريقة العادية المتعارفة بين الناس وبالمكسرات وبالحليب. أولاً مكونات الطريقة الأولى، معانا الشعيرية الباكستانية والهيل والسكر والماء والزيت. أضع الزيت بوعاء على النار، بعد تكسير الشعيرية أضعها على الزيت وأقوم بتحميصها. أحط الهيل وأستمر بالتحميص. أحط السكر وأقلب، ومن ثم أسكب الماء وبحذر. استمر بالتقليب مع إضافة الماء بالتدريج، ومن ثم أغطي عليها. الآن النوع الأول أصبح جاهز. النوع الثاني نفس مكونات النوع الأول، ولكن بإضافة المكسرات حسب الرغبة. بوعاء على النار حطيت ملعقة كبيرة من السمن، ومن ثم الشعيرية بعد تكسيرها. استمر بتقليبها حتى تتحمص ويتغير لونها. الآن أضيف المكسرات وأقلب، ومن ثم السكر والهيل. الآن إضافة الماء تدريجيا وبحذر. ذلك أغطي عليها، ومن ثم
أتأكد من نضجها وأقدمها. هذا هو النوع الأول متعارف عليه، ممكن إضافة القشطة. وهذا النوع الثاني بالمكسرات، رشيت عليه المزيد من جوز الهند النوع الثالث نفس النوع الأول، ولكن وقت التقديم أضفت لها حليب الشاي بعد تسخينه مع ملعقة كبيرة من السكر. قدمنا اليوم العطرية أو الشعيرية بثلاث أنواع، العادية وبالمكسرات ومع الحليب. أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا على المتابعة.